حقوق النبي وحكم عليه الصلاة والسلام عد عتال كيسة وهو جانسن كيسة إنه وهو جانسنه إلى يحر تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون دتك إيمانك الله جهله إلهي الرسول كيسة أطيع هناك جيسن إذيك ومغليا حقوق بدمو نقول يا رسولك عليه الصلاة والسلام لكن ولا ليال إنه ينمرك إسحسو سنه وارميسن هاي وحقوق دي سوحة كوك أهربين تيسا الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى داد مؤمنين أبو ينقردك لكن حقوق دا النبي عليه الصلاة والسلام إنه يسحسو سنه وحوية لقام مارما ويه وحكوك إلهي نوا إنه شرفه وإنه رميسن هاي رمين تيسا إلهي وعلي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم دتك إيمانك لغاية لا يو إلهي كعب صدا رسول كيس نرمية نور كيس أو حويا لبن 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 يؤتكم كفلين من رحمته نحريس لبن لبن با إلهي سبحانه وتعالى نسين لبن يفوضو نحريس يسكمدا نور با إلهي نسين تبارك وتعالى أكو سعطان رسول قال نوح عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم من حديث أبا هريرة الله النفط يدق عنتي سكوتشرتان قل أرتي أبو رسولك عليه الصلاة والسلام أحد أمدنا كم ذي مجره أو إما غلي أما يهودي هالنقضة أما نصراني هالنقضة أو دبدنا أن رومين حق أن لئمي وارهيرا نارد برسولك عليه الصلاة والسلام حقوق النبي وحكم عليه الصلاة والسلام عد عتال كيسة وهو قانسن كيسة إنه وهو قانسنه إلى يحر تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون دتك إيمانك الله جهله إلهي الرسول كيسة أطيع هناك جيسة نذيك ومغليا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول رسول كانوا عليه الصلاة والسلام وعينوا شيئا قفك رسولك أطيعين ويهمد الله أطيعي من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله برسولك عليه الصلاة والسلام كانك أطيع إلهي بو أطيعي كي عاسيان إلهي بو عاسي تبارك وتعالى وعكال النبي قول عليه الصلاة والسلام حديث كاسو يسكون صحيحة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومدى يدور مشان ذي قل سعيد إسكدي دمو يعني مركز الله قول رسولك إله وشان يديد يا وحن النبي قول عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة كان يقعد يعاقب شندو قال بمعنى شندو قال إياه كي عاصيانا وقف شندي يسكت يدب رسولك عليه الصلاة والسلام وهكما ذا نبي عليه الصلاة والسلام حقوقه ينقول إياه راعتان كيسه كديش كديش شديسه إن نهرات قرنو إلهي بينقاط دون صلي تبارك وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون اللوح لتبارك وتعالى راع أهانون تاني هانون كوحي نقحرين يحا وحوي راعتان كرسولك عليه الصلاة والسلام قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعد كتل أنا محمد هداد إلهي سبحانه وتعالى جعشهين أني قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام صور راعة إلهي بايد انشعلان دم بقينا ندافي سيدا كل ما قال لي سبحانه وتعالى وحقوق رسولك عليه الصلاة والسلام يقول إياه إنه مركا وحويا أين راعنا كطيانو بروفيرسو نبي عليه الصلاة والسلام صدح إنه الصحابة دي سكمة ده سحديك صحيح عكسه كان أيه قريه الرسول كتجي عليه الصلاة والسلام سأيوصل ورستان عبادة دي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرسول كمركه وجهاد ككلت شرو مركه ومسجد كلت شوقه مركه وسفر ككلت شرو أعماش عبادات كولا إيمانه يو أركيا ومغليا لكن قريه سمركه شوقه أريه سقرا كورهيا وأنا كإلهي القرآن ككوري تبارك وتعالى وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة دمر كي طاهرات كقيمها بدنا أريه النبي جاه عليه الصلاة والسلام سجد بيا بقى الله سبحانه وتعالى آياتك هي حكمة هي حديثة النبي عليه الصلاة والسلام قريه نمرك وتشوجو وحويا هلك كصبر قرية سجد بيا وأنا سجد بيا صدق لا سحاب قريه رمي النبي تجن عليه الصلاة والسلام عبادي وعبادي سبي ورستين كأنهم تقالوها وابي رستيبا وحنا وسجد ورسولك إلهي دم بجسي هري كيسي دم ولا نافي إنك محي نوم الليلة صدق لبقو أمي قاتل mid kamidi wuxuu ri habeen oo dhan anagu seexan maayay buu qiyaamul leel baan taagnaanaya ki kalena wuxuu dhigeedka dumar la ilaaba guursan maayay dumar ba guursan maayay guurkooda waa iska deynaya
معنى سن عباده وفربحه كيك النوحوري صون كسنها أم بن مالين والبصون سنة بن سومية مركي لوش يا غير رسولك عليه السلام وركا أم مغلين بيجو عليه الصلاة والسلام ما أورن تي خير بيدونا يعني هكوفر كسار إسكده ما أورن وصحي رسولك عليه الصلاة والسلام مركز عقول أنتم الذين قلتم كذا وكذا ولمنك عين كاير سويدي كماها لمنك صاي ساير سويدي كماها أما والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتخاكم له إلهي بان كل دارتي أبو رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي أنا إذن كو أقام بو النبي عليه الصلاة والسلام إذن كنا الله كعبسي بدن لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني سيدا سوي تهي هبين كي مرنا واسيحانا يا مرنا واتكري أبو رسولك عليه الصلاة والسلام قيام الليل سون كسنة هم مرنا واسوم يا مرنا واكتقيا دمر كنوا قرسنا يا سنة ذي هدي واكا عد هذه يجينا عذاب أنا كطريقة يجي ما هيسب الرسول كله عليه الصلاة والسلام.